مساء الخير مشاهدينا مرة أخرى، وبرحب بحضراتكم. ضبط أكبر وأخطر التشكيلات العصابية في صعيد مصر، هذا ما تمكنت منه أجهزة الأمن وأفادت به وزارة الداخلية، واللي أعلنت عن القضاء على أكبر وأخطر التشكيلات العصابية الإجرامية المسلحة ومصرع زعيم وأفراد التشكيل العصابي وضبط العديد من الأسلحة المختلفة بحوزتهم. خلونا نعرف تفاصيل أكتر في هذا السياق، إن كان من ضمن المضبوطات كان حوالي 100 كيلو جرام من مخدر البانجو و20 تربة من مخدر الحشيش وزنت تقريبا 2 كيلو جرام ونص كيلو جرام من مخدر الشابو بقصد الإتجار. طيب خلينا نعرف تفاصيل أكتر ومعلومات أكتر من زميلنا أستاذ محمود عبد الراضي مسؤول ملف الداخلية باليوم السابع. أستاذ محمود مساء الخير. مساء الخير عليك وعلى كل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك، عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن هذا التشكيل الإجرامي اللي تم ضبطه أمس. يعني زي ما قلت حضرتك إن هي عملية نوعية كبيرة ما حصلتش خلال الفترة الكبيرة الماضية. إحنا بنتكلم على تشكيل عصابي كبير بتزعمه أحد الخارجين عن القانون اللي كان بيطلق على نفسه خط صعيد. هذا المتهم مطلوب في 4 متهم بالمؤبد، مطلوب في 13 قضية متنوعة. هذه العصابة اللي بتتخذ من جبال أسوان وكر ليها في يعني ترتكب كل الجرائم، ما بين تنصيب عن الذهب وتهريبه للخارج، ما بين قتل وترويع للمواطنين وخطف وسرقة وإتجار في مخدرات وإتجار في السلاح. يعني حضرتك عارف الفيلم بتاع عادل إمام بتاع جزيرة الشيطان؟ أيوة. لما دخلوا مغارة هم يعني أشبه إلى حد ما في هذه العصابة اللي كانت ظاهرة في هذا الفيلم بالفعل يا فندم. فالأجهزة الأمنية قدرت من خلال أجهزة حديثة وتقنيات حديثة إنها يعني ترصد وتعمل عملية تتبع لهذه العصابة في هذه المنطقة في أحد الأماكن الجبلية في مخيم الأسوان، ويعني تم إعداد خطة أمنية كبيرة جدا شاركت فيها معظم قطاعات وزارة الداخلية. بتتكلم عن إجراءات خاصة على مجموعات قتالية ذات كفاءة عالية والأمن العام طبعا بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان، وتم مداهمة هذا المكان. لكن واضح أن المداهمين استشعروا أن الشرطة بتقترب منهم، بدأوا يفتحوا اندراج على الشرطة. عايز أقول حضرتك عملية تبادل وإطلاق النيران استمرت أكثر من 5 ساعات ما بين الشرطة وما بين هؤلاء الخارجين على القانون اللي بيمتلكوا أسلحة ثقيلة كثيرة، وانتهت المواجهة الأمنية في النهاية إلى مقتل 12 عنصر خطر ما بينهم زعيم هذه العصابة اللي اسمه أبو صالح، وتم ضبط العديد من المضبوطات زي ما قلت حضرتك يمكن أبرزه في الإضافة للمواد المخدرة. أنا بس قبل ما نروح للمضبوطات، تم التحضير لعملية الضبط والهجوم قد إيه تقريبا؟ يعني يا فندم عايز أقول لحضرتك إن هذه العملية النوعية الأجهزة الأمنية بتخصص ليها منذ فترة كبيرة جدا، منذ تواتر معلومات لأجهزة الأمن وجود هذه العصابة في هذا المكان. سبقتها تخطيط لفترة كبيرة، ثم بعد ذلك عملية المداهمة اللي تمت بشكل احترافي جدا، لأن هؤلاء الخارجين عن القانون بيتحصنوا بمنطقة جبلية صعبة والتعامل في هذه المناطق صعبة. لكن وزارة الداخلية أو مصلحة التدريب تحديدا في وزارة الداخلية خلال الفترة الماضية لجأت إلى تدريبات معينة لضباط الشرطة، وبيجيبوا مئات مثل المناطق الصحراوية وهي تحاكي المناطق الموجودة على أرض الواقع عشان الأجهزة الأمنية تقدر يعني تتعامل مع مثل هذه العصابات المنظمة جدا، وهذه العصابات التي تمتلك تسليح عالي جدا. وبالفعل يعني الأجهزة الأمنية قدرت إنها تحقق الهدف المرجو من المداهمة الأمنية بنسبة نجاح 100%، ما فيش ولا أي إصابة في صفوف جهاز الشرطة الحمد لله، بالرغم من مقتل 12 عنصر إجرامي خطر. طيب نروح للجزئية اللي أنا يعني وقفت حضرتك عنها قبل هذا السؤال، وطبيعة المضبوطات اللي كانت بحوزتهم. إحنا تكلمنا عن المخدرات وحضرتك قلت إن كان في مضبوطات أخرى، إيه هي يا فندم؟ كان في طن الذهب، يعني تكلم حضرتك عن طن حصار من الذهب. هؤلاء خارجين عن القانون قدروا ان هم يعني يحصلوا عليها. هذه المناطق فيها ثروات عظيمه، هؤلاء خارجين عن القانون بيملكوا اجهزه حديثه بيطلعوا الى هذه الاماكن وبيقدروا انهم يستخرجوا هذه الاحجار التي تحتوي على خام الذهب، وبعد ذلك بيتم يعني تهريبها للخارج، بيتم تصنيع الذهب منها. هذه الثروات الوطنية حضرتك يا أستاذ محمود قلت طن من الذهب، طن من خام الذهب يا فندم، طن من خام الذهب،
تم ضبطه النهارده منذ دقائق. اعلنت وزاره الداخليه بيان رسمي هي انه تم ضبط عدد من المضبوطات ما بينها طن من خام الذهب، ودي يعني كميه ضخمه جدا. هؤلاء الخارجين عن القانون كانوا قدروا انهم يستولوا عليا، كانوا في طريقهم الى تهريبها للخارج، لكن نجاح الامن في الوصول اليهم قبل تنفيذ ذلك كان بمثابه ضربه امنيه ناجحه وعظيم. بالتاكيد، وده المنتظر من قواتنا في الشرطه المدنيه وايضا طبعا قواتنا المسلحه. انا بشكرك جزيل الشكر زميلي العزيز استاذ محمود عبد الراضي مسؤول ملف الداخليه باليوم السابع على وجودك معنا وعرضك لتفاصيل ما جاء معنا في هذه التغطيه. شكرا لحضرتك. شكرا لك كمان. مشاهدينا الشكر ايضا موصول لحضراتكم، وبشكركم على طيب المتابعه، والى اللقاء على مدار الساعه نلتقي من هنا تلفزيون اليوم السابع. الى اللقاء.